التقى قداسة البابا توادروس الثاني في المبنى الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية مساء يوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر لعام 2022 ميلادية. نيافة الأب أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم. قدم نيافة الأب أنجيلوس التهنئة لقداسة البابا على افتتاح المبنى الإداري الجديد وبعيد ميلاد قداسته وبداية العام الجديد، ثم قدم تقريراً عن الخدمة بكنائس القطاع. أقدم التهنئة القلبية لقداستكم أولاً بالعيد العاشر لجلوس قداستكم على عرش ماري ماركوس، وأيضاً سنة السبت العاشرة لميلاد قداستكم. طبعا قداستك العظيم يعني عقبال السبت المقبل ربنا دي صح سيدنا الخليفة لينا، ونهني قداستك على هذا الصرح. يعتبر الصرح الثالث في مجموعة من الإنجازات والإنشاءات الرائعة، كان أولها لوغوس المبهر والمكتبة البابوية اللي قداستك إنشأتها، وهذا المبنى الإداري اللي يعتبر نقلة نوعية في إدارة الكنيسة. وفي بداية كلمته رحب قداسة البابا بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وأسرهم، ثم قرأ قداسته جزءاً من الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا القديس متى، متناولاً موضوعاً بعنوان بذور الخردل. أجتمع بكل ما هو صغير وأعرف أن فيه نعمة وأن الله ممكن يستخدمه بأي صورة من الصور، كلام، أشياء، أفعال، أقوال. كن أميناً مع كل شيء صغير خالص ومارسه بأمانة، حتى وانت بتعملي طبق أكل صغير عادي، تعملي سندوتش حاجة صغيرة خالص، كن أمين فيها. وخلي عندك الإيمان واليقين إن كل قليل في يد المسيح يصير كثيراً وكبيراً جداً جداً جداً. ثم أجرى قداسة البابا حواراً مع الآباء الكهنة واستمع إلى أسئلتهم، وقدم لهم في الختام بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صوراً تذكارياً.